تبنى لهذه المسيره تنديدا بهذا الحكم الجائر اللي صدر في حق الصحفي حميد المهداوي. هذا الحكم الجائر اللي كنقولها وكناكد عليها لانه لم يستند على اي اساس قانوني، لم يقدم اي لا الجهه التي صدرت المتابعه ولا قاضي التحقيق ولا اي ادانه اي دليل على الادانه الصحفي حميد المهداوي. وعلى هذا الاساس نطالب بالبراءه الصحفي حميد المهداوي ولا شيء غير البراءه، لان كما يعلم الجميع حميد المهداوي لم يعتقل بسبب الدبابات او ما يروجون له هو فقط تهريب للنقاش، وانما حميد المهداوي اعتقل على مواقفه وعلى ارائه وعلى مسندته للفقراء وعلى صوت، لانه كان الصوت من لا صوت له. هذا هو الاساسي وهذا هو التهمه الاساسيه هي الاعتقال الصحفي حميد المهداوي، ونطالب بالبراءه ولا شيء غير براءه، لانه هو الشيء الوحيد اللي ممكن ينصف الصحفي حميد المهداوي. احنا كاسره وما تعرضنا اليه خلال هذه السنه ديال الاعتقال نطالب ببراءه الصحفي حميد المهداوي، وشكرا لكم.